كاربوكسيل كربون نمبر 1، بعدها الكربون نمبر 2 او يسموها الفا كربون، الكربون بعدها نمبر 3 او يسموها بيتا كربون، كربون نمبر 4 5 اند الميثيل جروب يصير كربون نمبر 6. فاحنا يوجوالي كاونتينج ستارتينج فروم ذا كاربوكسيل جروب، فاحنا دائما نرقم الفاتي اسيد ستارتنج فروم ذا كاربوكسيل جروب ونتجه باتجاه الميثيل جروب. شوفون هذه الفاتي اسيد اللاينوليك اسيد، لاينولينيك اسيد اند اراكيدونيك اسيد عليها ستار مميزه بنجمه. عاده احنا نستطيع نصنع معظم جسمنا معظم الفاتي اسيدز except البولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي هاي عليها ستار لاينولينيك اسيد، لاينولينيك اسيد اند اراكيدونيك اسيد، هذه should be included in the diet. احنا ما يقدر جسمنا هيومن بينج يقدر يصنع الفاتي اسيد اللي بي مور ذان 1 دبل بوند، اللي بي اكثر من دبل بوند وحده، فلهذا الفاتي هذه عليها ستار تعتبر essential fatty acid should be included in the diet. فهذه الثري فاتي اسيد لاينوليك اسيد لاينولينيك اسيد اند اراكيدونيك اسيد ار اسينشال فاتي اسيدز شود بي انكلودد ان ذا دايت، لان احنا ما نقدر نصنعها بجسم. فاحنا عاده مثل ما قلت لكم احنا ستارتنج نرقم الفاتي اسيد فروم ذا كاربوكسيل اند، يعني هذه البلو سيركل. بعد واحد من نحكي نبات نسمع مصطلح الاوميجا 3 والاوميجا 6 والاوميجا 9. هذه اذا رقمنا اذا بدينا اجينا بترقيم ثاني للفاتي اسيد بدينا نرقمه من الميثيل جروب، الكربون نمبر الميثيل جروب هي كربون نمبر 1 وننتهي بالكربوكسيل جروب، رقم من جهه هذا اذا اخذنا الكابراويك اسيد اللي مكتوب الستركشر، الميثيل جروب هي كربون نمبر 1، بعدها كربون نمبر 2، بعدها كربون نمبر 3، بعدها كربون نمبر 4، بعدها كربون نمبر 5، والكربوكسيل كربون هنا يصير نمبر 6، كربون نمبر 6. فاذا رقمنا من اتجاه الانساتوريتد فاتي اسيد اللي بها دبل بوند رقمنا starting from the methyl end from the methyl group اذا starting from the CH3 اللي هي كربون رقم نمبر 1 نتجه باتجاه الكربوكسيل جروب حسب موقع ايش قد بعد الدبل بوند من المثل جروب راح نسميها. فهسه اذا بدينا ناخذ اكزامبل اللاينوليك اسيد اللي قلنا ب 18 كربون اتوم وبي 2 دبل بوند اذا رقمنا من الميثيل جروب، الميثيل جروب هي الكربون نمبر 1 واتجاهنا راح تبعد اول دبل بوند تبعد عن الميثيل جروب تصير بين كربون 6 اند 7 تصير 6 كربون تبعد فنسميه اوميجا 6. بعدها ايش قد بعد الدبل بوند عن الميثيل جروب فنسميها اكوردنجلي، فلتبعد 6 كربون اتوم نسميها اوميجا 6. إذا أخذنا بعدها اللاينولينيك أسيد اللي بي 18 كربون أتوم وبي 3 دبل بوند والرقم ستارتنج فروم ذا ميثيل جروب فراح تصير تبعد 3 كربون أتوم عن الميثيل جروب فنسميه أوميجا 3. أوميجا 3 فهاي الأوميجا 3 احنا نسمي الفاتي أسيد خاصة الأنساتوريتد فاتي أسيدز ستارتنج from the methyl group. ايش قد تبعد عن المثل جروب نسميها بعد ال 6 كربون نسميها اوميجا 6، بعد ال 3 كربون اتوم نسميها اوميجا 3 and accordingly. اعتقد هاي واضحه، ومثل ما قلت لكم عندنا 3 essential fatty acid اللي هم اللي عليهم ستار اللي ما نقدر نصنعهم بجسمنا، البقيه نقدر نصنعهم الفاتي اسيد بجسمنا except the polyunsaturated fatty acid اللي بهم more than one double bond اللي هم لاينولينيك اند اراكيدونيك اسيد، هذول يعني نسميهم الاسينشال فاتي اسيد شود بي انكلودد ان ذا ديلي دايت. هذه فد بريف
عن نعرف عرفنا شنو الفاتي اسيدز، فقلنا رقم واحد لهذه الترقيم يمثل عدد الكربون اتوم، الرقم الثاني يمثل لنا النمبر اوف دبل بوند، اذا زيرو يعني الفاتي اسيد ساتوريتد، اذا واحد يعني بي 1 دبل بوند، اذا 2 بي 2 دبل بوند، اذا 3 بي 3 دبل بوند، والرقم الثالث يمثل موقع الدبل بوند، اذا 9 مكتوب يعني الدبل بوند بين 9 و10، لينولينك اسيد مكتوب 9 و12 يعني بين 9 و10 و12 و13 انسو. وقلنا يوجوال الدبل بوند اول دبل بوند بين 9 و10 تصير، اكسبت عندنا الاراكيدونيك اسيد اول دبل بوند تصير بين 5 و6. اوكي ننتقل الى هذه يوجوال الكونفيجريشن، هذه الكونفيجريشن اللي تصير اراوند ذا دبل بوند تصير سيس كونفيجريشن، يعني الكربون تشين مالت الفاتي اسيد اراوند ذا دبل بوند تصير ان ذا سيم دايركشن بالايزومرزم، هذا كوسيس وترانس تصير التشين مالت الفاتي اسيد اراوند ذا دبل بوند تصير ان ذا سيم دايركشن، سميها سيس كونفيجريشن اللي موضحها بالسهم. وين موقع الدبل بوند؟ هاي شوفون الدبل بوند التشين مال الفاتي اسيد صايره ان ذا سيم دايركشن، فنسمي هذا الكونفيجريشن اراوند ذا دبل بوند هو سيس كونفيجريشن. هذه يوضحها سلايد اخر يوضح بالانساتشوريت ساتشوريتد فاتي اسيد تشوفونه، بس من يصير بي دبل بوند يصير الكونفيجريشن اراوند ذا دبل بوند ان سيس ايزومرزم. هذه يوضح لكم شنو الاوميجا فاتي اسيد، هذا مثل ما اخذين فاتي اسيد ب 18 كربون اتوم، اذا تشوفون اذا احنا قلنا يوجوالي الرقم من الكاربوكسيل كربون، فاذا رقمنا من تصير المثل جروب هي اخير كربون اتوم، بس اذا رقمنا من المثل جروب اللي هي كربون نمبر 1 فنشوف هنا الدبل بوند ايش قد تبعد صايره اذا ستارتنج فروم ذا سي اتش 3، فصير اول كربون هي الميثل جروب كربون نمبر 2 فصير الدبل بوند هنا بتوين 9 و10 بنسميه هذا الاوميجا 9، تبعد 9 كربون اتوم عن الميثل جروب فهو اوميجا 9 اوميجا 9، اذا بي 2 دبل بوند يصير يختم مثل ما رويتكم باللاينو ليك اسيد، اذا بي 3 دبل بوند اللي مثل ما شفنا باللاينو ليك اسيد تصير اوميجا 6 اند اوميجا 3 accordingly على بعد الدبل بوند من ال CH3 من الميثل جروب، ايش قد تبعد الدبل بوند كم كربون نسمي الفاتي اسيد اوميجا 3 اوميجا 6 اوميجا 9 and so on، وراح نشوفها هسه بالسلايد القادم. هذا الاوليك اسيد اذا رقمنا من الكربون نمبر من الميثل جروب فروم مو من البلو سيركل فروم ذا بلايند اند راح يصير بين تصير نسمي بين 9 هذا الدبل بوند موقع الدبل بوند بين 9 و10 نسميه اوميجا 9 لينوليك اسيد، شوف تبعد 6 كربون اتوم عن الميثل جروب نسميها اوميجا 6، واللينوليك لينولينيك اسيد راح تبعد اول دبل بوند 3 كربون اتوم فنسميه اوميجا 3. هذا معنى الاوميجا من الرقم الكربون اتوم ستارتنج فروم ذا ميثل جروب from يعني starting from the CH3 not from the carboxyl end اللي انا ميزت اللي مرسومه as a blue circle، هاي البلو سيركل تمثل الكاربوكسيل end والبلايند end تمثل المثل جروب او المثل جروب CH3، فاذا رقمنا من المثل جروب مو من اليوجوال من الترقيم العادي from the carboxyl end رقم من المثل جروب فموقع الدبل بوند ايش قد يبعد عن الميثل جروب نسمي الفاتي اسيد اوميجا 3 اور اوميجا 6 اور اوميجا 9 اكوردنج تو ذا بعد الدبل بوند عن الميثل جروب. فهمنا شنو الفاتي اسيد، نجي للكوليسترول. كوليسترول شوف الستركشر مالته يعني الكوليسترول فالديفرنس ستركشر بي البيزك ستركشر مالته بي 3 سايكلو هكزار رينج هاي الـ A والـ B والـ C سايكلو هكزار رينج وبي وحدة سايكلو بنتان اللي هي D، هذه البيزكس نيوكلياس مالت الستيرويد أو من ضمنها الكوليسترول.
متكون من 3 سايكلو هكزار رينج ووحده سايكلو بنتار رينج. بي هيدروكسيل جروب ات كاربون نمبر 3، هاي الاو اتش جروب موجوده على كاربون نمبر 3، وبي سايد تشين على كاربون المرتبطه بالكربون نمبر 17، هاي مال سي اتش سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 الان تجي كاربون نمبر 27. كاربون 18 13 موجود مثل جروب، وكاربون 10 هم مرتبط بها مثل جروب. وبي دبل بوند موجوده بتوين بالرينج بي بين 5 و 6. هذه فوق الكوليسترول يمثل لنا الكوليسترول. قلت لكم بي هيدروكسيل جروب كاربون نمبر 3، وهذه جيف الهيدروكسيل جروب الجروب العفو جيف سم بولاريتي تو ذا كوليسترول. نسمع بمصطلح الكوليسترول استر او الكوليستريل استر او الكوليسترول استر، هنا يجي فاتي اسيد ويرتبط بالهيدروكسيل جروب اللي موجوده بكربون 3، وراح يفقد حتى الكوليسترول. هاي السم بولاريتي اللي تنطيه الهيدروكسيل جروب اللي للكوليسترول راح يفقدها من يرتبط بالفاتي اسيد، يرتبط الهيدروكسيل جروب بالفاتي اسيد. فالكوليسترول استر less soluble than كوليسترول، لان حتى هاي البولاريتي اللي ناطت هي الهيدروكسيل جروب راح يفقدها من يتحول الى كوليسترول استر، يصير less polar and less soluble. هذه قلنا الفوق مخاف تشوفوها الكربون الهيدروكربون تيل، هذه التشين اللي مرتبطه بكربون 17 يسموها الهيدروكربون تيل، وهذه الثري سايكلو هكزار رينج والسايكلو بنتار رينج الوحده يسموهم الكوليسترول نيوكليوس او ستيرويد نيوكليوس. فمتكون الكوليسترول فروم 3 سايكلو هكزار رينج وحده سايكلو بنتار رينج وبي هيدروكربون تشين وبي هيدروكسيل جروب on carbon number 3 بالكوليسترول استر اللي موجود بالاسفل بالهيدروكسيل جروب راح ترتبط بفاتي اسيد ويفقد هذا الكوليسترول هذه البولاريتي مالت الفاتي اسيد ويتحول الى مور ووتر انسوليبل، less polar and مور ووتر انسوليبل. Normal serum level of cholesterol in healthy adult usually accepted less than 200 milligram per deciliter. In healthy adults, less than 2 milligram per deciliter. Cholesterol, عندنا two sources of cholesterol, either endogenous or اكسوجينوس. اندوجينوس معناتها الكوليسترول المصنع داخل جسمنا. Greater part of body cholesterol is provided by synthesis of about 700 milligram per day. مكتوب بين قوسين more than half، يعني اكثر من نصف مصادرنا من الكوليسترول تجي من تصنيعنا من الاندوجينوس synthesis of cholesterol. لذلك يمكن تشوفون احنا من نقلل مثل واحد عنده زياده بالسيرام كوليسترول من نقلل الدايتري كوليسترول ما راح يصير تغيير كبير بالكوليسترول، لازم نسوي انهبيشن نضيف يعني بالاضافه الى ذلك لتقليل الدايتري كوليسترول نسوي انهبيشن للاندوجينوس سنثسيس اوف كوليسترول، نعطي دراجز اللي هم الستاتين دراج هذه المشهوره السمبستاتين لوفاستاتين التروفاستاتين انسون، نعطي ستاتين دراج حتى نسوي انهبيشن للاندوجينوس سينثيسيس اوف كوليسترول، لان قلنا جريتر سورس اوف يعني جريتر بارت اوف بودي كوليسترول از بروفايدد باي اندوجينوس سينثيسيس، اكثر من نصف مصادرنا من الكوليسترول تجي من تصنيع الكوليسترول بداخل جسم. الاكسوجينوس كوليسترول يجي من الدايت مالتنا. Daily intake of cholesterol usually less than 1 gram per day of which 40 to 70% is absorbed. 40 الى 70% من الكوليسترول الناكله يمتص. وقلنا اكثر من نص مصدرنا من الكوليسترول يجي من الاندوجينوس سينثيسيس.
ومن نحكي على الاندوجينوس سينثيسيس خلي بالكم بس الانيمال الانيمال سيلز والهيومن يقدرون يصنعون الكوليسترول. البلانت سيل ما تقدر تصنع الكوليسترول، بس الانيمالز والهيومن سيلز تقدر تصنع الكوليسترول. البلانت ما عنده القابليه يصنع الكوليسترول، النباتات خاليه من الكوليسترول، فلذلك احنا من الاكل اللي يجي من مصادر حيوانيه هو اللي بيه كوليسترول. النباتات ما بيها كوليسترول، من نجي نحكي على الدايتري كوليسترول. الكوليسترول له فوائد مهمه بجسمنا. One of the main component of cell membrane، يدخل بتركيب السيل ممبرين، البلازما ممبرين والممبرين اوف اورجانيل، والعلاقه بالممبرين فلويديتي. كذلك نستعمل الكوليسترول كبريكيرسر فور ذا سينثيسيس اوف امبورتنت كومباوند بجسمنا، فور ذا سينثيسيس اوف ستيرويد هرمونز. كل الستيرويد هرمون تيجي نصنعها من الكوليسترول، كورتيزول، سكس هرمون، تستوستيرون، بروجسترون، استروجين، كلها نصنعها. الستيرويد هرمون كاكزامبل، هاي الهرمونات الذكرى نصنعها من الكوليسترول. نصنع كذلك الليفر يقدر يصنع البايل اسيدز اللي هذه مهمه بالابزوربشن اند دايجستشن اوف فاتس. بايل اسيدز كذلك يفيدنا الكوليسترول كبريكيرسر لتصنيع الفيتامين دي، مثل ما اخذت بالفيتامينات حتى الفيتامين دي نصنع اندر ذا سكين باي ذا ايد اوف سنلايت، نقدر نصنع من الفيتامين دي من الكوليسترول. خلوا ببالكم ملاحظه، الكوليسترول ما يعطينا انرجي لانه جسمنا كان نوت بريك ذا ستيرويد نيوكليوس. نقول لكم الكوليسترول قد يعطينا طاقة، نقول ما يعطينا طاقة. ممكن واحد يقول من الكوليسترول استر الفاتي اسيد يعطينا، ممكن، بس ككوليسترول ما بي طاقة لان البودي ما عنده الكاباسيتي يسوي اوكسيديشن، يكسر ويسوي اوكسيديشن للكوليسترول النيوكليوس. طيب شلون وعدنا نتخلص من الكوليسترول اذا ممكن؟ ممكن نتخلص من الكوليسترول، بدي كان اليمينيت كوليسترول ايذر ان تشينج، يطرح الليفر از ان تشينج ان ذا بايل، اور كوم اور الليفر يسوي له اوكسيديشن ويحوله الى بايل اسيد وكذلك يطرحه بالبايل. فالبدي كان اليمينيت كوليسترول ان بايل ايذر as unchanged cholesterol ما عليه اي تغيير، اور الليفر يسوي له اوكسيديشن ويحوله الى بايل اسيد ويطرحه بالبايل. فالكوليسترول ما يعطينا انرجي، ما بي انرجي لان البدي ما عنده القابليه يكسر على الستيرويد نيوكليوس ويسوي لها اوكسيديشن. بس الكوليسترول له فوائد عظيمه، قلنا مثل ما قلت لكم one of the main component of the cell membrane، precursor for steroid hormone, bile acids and vitamin D. بس من يصير به زيادة ممكن أكثر من القيمة الطبيعية، تعرفون ممكن يعني يترسب بجدار الشرايين وهذه يسوي لنا الأثيروسكليروسيس والأمراض القلب الوعائية. بس الكوليسترول به فوائد عظيمة لجسمنا كبريكيرسر قلنا في الستيرويد هرمون، بايل أسيدز أند فيتامين دي، ويدخل as a component of cell ممبرين، بلازما ممبرين، ممبرين اوف اورجانيلز، كلها يدخل بها الكوليسترول. وقلت لكم بس الانيمالز سيلز والهيومان يقدرون يصنعون الكوليسترول، البلانت سيلز ما تقدر تصنع، ما عندها القابليه تصنع الكوليسترول. نجي الى مركب ثاني من يعني انذر كلاس اوف ليبيد اللي يسموه الترايجليسرايد. الترايجليسرايد متكون من كحول اللي هو جليسرول، هذا اللي تشوفونه واع بي 3 كربون اتوم نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 سي اتش 2 او اتش و سي اتش او اتش سي اتش 2 او اتش، يرتبط فاتي اسيد بكربون نمبر 1 وفاتي اسيد بكربون نمبر 2 وفاتي اسيد بكربون نمبر 3، نسمي هذا الكومباوند تراي جليسرايد. تراي جليسرايد
ترايجليسرايد عباره عن جليسرول باك بون ب 3 فاتي اسيدز. هذا يوضح لك اياه الجليسرول على الجهه اليسرى الكهول سي اتش 2 او او اتش سي اتش او اتش سي اتش 2 او اتش. اذا ارتبط ب فاتي اسيد بكربون نمبر 1 نسميه مونوجليسرايد او يسمونه مونو اسايل جليسرول. اذا ارتبط فاتي اسيد بكربون نمبر 1 ونمبر 2 نسميه داي جليسرايد او داي اسايل جليسرول. واذا ارتبط فاتي اسيد بكربون نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 3 نسميه التراي جليسرايد. تراي جليسرايد. عادة يوجوالي خلينا نقول يوجوالي الفاتي اسيد اللي موجوده بكربون نمبر 1 هي ساتوريتد، والفاتي اسيد اللي موجوده بكربون نمبر 2 هي انساتوريتد، والفاتي اسيد اللي موجوده بكربون نمبر 3 كود بي ايذر كود بي ساتوريتد اور كود بي انساتوريتد. نسيت اقول لكم نقطه من شرحت على الفاتي اسيد، انه الفاتي اسيد اللي ساتوريتد فاتي اسيد هو سوليد ات روم تمبرتشر، والفاتي اسيد الانساتوريتد اللي بي دبل بوند هو ليكويد ات روم تمبرتشر. ليكويد ات روم تمبرتشر، الانساتوريتد فاتي اسيد هو ليكويد والساتوريتد فاتي اسيد هو سوليد ات روم تمبرتشر. احنا ترى الاكل مالتنا لهذا الناكل الزيت او الدهن الصلب ترى هو كله ترايجليسرايد، والمخزون بالاديبوس تشيول يعني هذا الفات اللي الشحم والهذه ترى هو عباره عن ترايجليسرايد. واحد يقول ليش هذا زيوت سائل وهذا صلب؟ مثل ما قلت لكم فاتي اسيد اللي موجود بكربون نمبر 1 يوجوالي ساتوريتد، اللي هو قلنا الساتوريتد فاتي اسيد هو سوليد، والكربون والفاتي اسيد اللي مرتبط بكربون نمبر 2 اوف جليسرول يوجوالي انساتوريتد، والفاتي اسيد اللي مرتبط بكربون نمبر 3 كود بي ايذر ساتوريتد اور انساتوريتد. فاعتمادا على نسبه الساتوريتد تو انساتوريتد، كل ما زادت نسبه الانساتوريتد تو ساتوريتد فاتي اسيد راح يكون الترايجليسرايد ليكويد، وإذا زادت نسبة الساتوريتد فاتي اسيد تو انساتوريتد فاتي اسيد يصير الترايجليسرايد سوليد. فعادة اللي قلت لكم هو الفاتي اسيد اللي موجود بكربون نمبر 1 هو ساتوريتد، والفاتي اسيد اللي موجود بكربون نمبر 2 هو انساتوريتد، والكربون اللي الفاتي اسيد اللي موجود بكربون نمبر 3 هو كود بي ساتوريتد or unsaturated. فاليوجوالي يعني اللي يأثر لنا على الليكويديتي مال الترايجليسرايد هو الفاتي اسيد اللي موجود بكربون نمبر 3، لانه قلت لكم اذا صار ساتوريتد راح تزيد نسبه ساتوريتد تو انساتوريتد ويصير سوليد، واذا صار هو انساتوريتد راح تزيد نسبه الانساتوريتد تو ساتوريتد راح يصير ليكويد ات روم تمبرتشر. فهذا الفرق بين نشوفون الفات الصلب يعني الفات السوليد فات وبينتوين الاويل اللي هي الزيوت. الزيوت معناتها بيها نسبة الانساتوريتد فاتي اسيد اكثر، والسوليد فات يعني بيه نسبة الساتوريتد فاتي اسيد اكثر، بس هم اثنينهم ترى بيهم ساتوريتد وانساتوريتد بس النسبة تختلف. كل ما زادت نسبة الانساتوريتد فاتي اسيد راح يصير ليكويد، وكل ما زاد نسبة الساتوريتد فاتي اسيد راح يصير سوليد. Normal serum triglyceride in healthy adult usually less than 150 milligram per deciliter. أقل من 150 milligram الكل 100 cc أو deciliter. شنو وظيفة التريجليسرايد؟ هو energy energy store اللي الفات عندنا نقدر نستخدمه كsource of energy، ونقدر نخزنه بالأديبوس تشيو ويكون إنه كenergy store. شنو مصادر التريجليسرايد؟ هم عندنا اندوجينس اوكسوجينس سورسز. الاكسوجينس كنا هو الفات اللي نضيفه، هذا الزيوت والدهون الصلبه الفات اللي موجود بالانيمال تشيو بالشحوم، هذه كلها هو تريجليسرايد. التريجليسرايد كاكسوجينس سورس هو المين كومبوننت اوف ذا دايت،
احنا عادة نتناول بين مي يعني 100 تو 200 بين 100 الى 200 جرام من التراي جليسرايد ديلي. هذا التراي جليسرايد باي ذا اكشن اوف بانكريا اللي باي دايجستد باي ذا اكشن اوف بانكرياتيك لايبيز will be hydrolyzed to monoglyceride and to fatty acids. هذا البنكرياتيك لايبيز راح يشيل الفاتي اسيد من كربون نمبر 1 وكربون نمبر 3 ويبقى الفاتي اسيد بكربون نمبر 2 اللي نسميه مونوغليسرايد بفاتي اسيد 1 و2 فاتي اسيد. هذا يمتص المونوغليسرايد والتو فاتي اسيد عند ترايجليسرايد مره ثانيه يصنع ريسنثيسايز ان ذا ميوكوزال سيل، يرجع مره ثانيه ينضاف التو فاتي اسيد على على المونوغليسرايد ويرجع مرة ثانية ترايغليسرايد بالميوكوزال سيل. وراح ينقل يرتبط بمركب ثاني يعني يصير انكوربوريتد ضمن ستركتشر نسميه الكايلو مايكرون، هاي راح ناخذه بالمحاضرة الجاية. الواحد وان اوف ذا ممبر وان ممبر اوف مجموعة مركبات نسميها اللايبوبروتينز، واحد من عندهم نسميه الكايلو مايكرون. راح تيجي الترايجليسرايد واذا اكو بالاكل كوليسترول واذا اكو فوسفوليبيد والفات سوليبل فيتامين يجون يرتبطون ببروتين يسوون ستركتشر نسميه الكايلو مايكرون. هذا الكايلو مايكرون ويا الانتستاينال لينف راح ينقل ثرو ذا ثوراسيك داكت ويوصل بالثوراسيك داكت مثل ما تعرفون الصب بالرايت اتريوم، وبالنتيجه راح يوصل هذا الكايلو مايكرون شايل الترايجليسرايد الى السيستميك سيركوليشن. هذا الاكسوجينوس الترايجليسرايد راح يدخل لنا للسيستميك سيركوليشن شايل الكايلو مايكرون اللي قلت لكم هو احد انواع اللايبو بروتينز. فالاكسوجينوس ترايجليسرايد قلت لكم يصير له دايجستشن باي بانكرياتيك لايبيز بالانتستاينال لومن يعطينا تو فاتي اسيد عند مونوجليسرايد ويرجع مره ثانيه يتكون داخل الميمتاس يتكون ويرجع مره ثانيه ترايجليسرايد بالميوكوزال سيل ويدخل كضمن وان اوف ذا كومبوننت اوف ذا كايلو مايكرون اللي هو يشيل كل الدهنيات اذا موجوده بالاكل بسمه اللي هو يشيل الترايجليسرايد واذا اكو كوليسترول بالاكل اذا اكو فوسفوليبيد اذا اكو فات سوليبل فيتامين الفيتامين اي دي والاي والكي ويا بروتين يرتبطون ويكونون مركب كايلو مايكرون نسميه الكايلو مايكرون. هذه تعرفون هسه راح نحكيها بالمحاضره الجايه ليش نسويها، لان الترايجليسرايد قلنا انسوليبل ان ووتر ما نقدر ننقله احنا كل الدهنيات انسوليبل ان ووتر، بس لازم شلون نخلي مكان نوت هوموجينايز وذ بلازما، فلازم عندنا ننقلهم بطريقه معينه داخل البلازما فندخلهم ضمن ستركتشر ان ستركتشر نسميه لايبوبروتين، واحد من عندهم الكايلو مايكرون اللي ينقل لنا الميل دايتري ترايجليسر. هسه راح نحكيها بالمحاضره الجايه شلون نسوي ترانسبورتيشن بالليبيد بالبلازما من ناخذ اللايبو بروتينز. الاندوجينوس سورس اوف ترايجليسرايد الليفر هو يعني مين اللي يصنع المصدر الاساسي لتصنيع الترايجليسرايد يصنعه فروم جليسرول عند 3 فاتي اسيد، يضيف 3 فاتي اسيد على الجليسرول ويسوي لنا الترايجليسرايد. مثل ما قلت لكم هذا الترايجليسرايد كان نوت هوموجينايز ان بلازما انسوليبل ان ووتر، ولو كان نوت هم الليفر يطرحه ازوان يطرحه كومبوننت اوف لايبوبروتين، هنا اللايبوبروتين نسميه الفي ال دي ال هسه راح نجي بعدين ناخذ اللايبوبروتين نعرف شنو الفي ال دي ال which incorporated into another type of lipoprotein نسميه الفي ال دي ال الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين and release to the circulation. فالترايجليسرايد يوصل للسيستميك سيركوليشن، الاكسوجينوس يوصل از كايلو مايكرون والاندوجينوس يوصل از فيري لو دنسيتي لايبوبروتين. حتى نستعمله باي بيرفرال تيشو كسورس اوف انرجي او نخزنه ناخذ هذا الترايجليسرايد نخزنه بالاديبوز تيشو. حتى نستفاد من الترايجليسرايد اللي ما شايل الكايلو مايكرون او شايل الفي ال دي ار الفيري لو دنسيتي لازم نطلع من نطلع هذا الترايجليسرايد من هذه اللايبوبروتينز. عندنا الانزيم اللي يشتغل على الترايجليسرايد الشايل اللايبوبروتين يسمونه
اللايبوبروتين لايبيز. فاذا تشوفون اول خلينا نقول تريجليسرايد ذات ار كارد باي لايبوبروتين انكلودينج كايلوماكرون اور في ال دي ال، واللي مخزون لازم نسوي له بري او المخزون بالاديبوس تيشو ما نقدر نستفاد من عنده جسمنا اذا ما نسوي له هيدروليسيس تو جليسرول اند فاتي اسيد. هنا راح اذكر لكم تو انزايم، واحد موجود بالاديبوس تيشو وواحد موجود بالكابيلاري اندوثيليوم بالبلد، يعني معلق بالكابيلاري اندوثيليوم انكورد ان كابيلاري اندوثيليوم. شوفون اول المعادله اللي فوق مكتوب LP يعني لايبوبروتين، مختصر لايبوبروتين ترايجليسرايد تي جي وترايجليسرايد. فهذا نقصد يشتغل اللايبوبروتين لايبيز هذا اللي قلت لكم موجود بالبلد بالكابيلاري اندوثيليوم معلق، يشتغل على ترايجليسرايد شايل اللايبوبروتين وذر كايلومايكرون اور فيري لو دنسيتي، وراح يحلل الترايجليسرايد الى جليسرول اند 3 فاتي اسيد حتى يقدر ناخذ الفاتي اسيد ونستعملهم، او نرجع مره ثانيه ندخلهم بالاديبوس تيشو ونخزنهم از ترايجليسرايد مره ثانيه. فما يشتغل على اللايبوبروتين لايبيز على فري ترايجليسرايد، فلازم نكتب كتبنا لهذا كتبنا LPTG يعني الترايجليسرايد جزء من اللايبوبروتين. نعم بس عندي شلون عند البقيه كلهم ماكو الصوره. بعد انا فتحتها ارجع افتحها من جديد راح تخلص المحاضره. فتحوا السلايدات اللي دزيت لكم اياها على التليجرام وتابعوا وياي الحكي. اللي مو دزيت لكم المحاضره بالتليجرام فتحوها وتابعوني بالحكي. بعد انا ما اقدر ارجع اسدها مره ثانيه افتحها من جديد. وقت ماكو هم 9:45. اوكي فتحوا بالتليجرام ودزيت لكم المحاضره بالتليجرام بالجروب مالتكم فتحوها وتابعوني من جاي احكي. فقلنا هذا اللايبوبروتين لايبيز يشتغل على ترايجليسرايد من يصير ضمن از كومبوننت اوف لايبوبروتين، ما يشتغل على ترايجليسرايد فري، يعني اذا نجيب ترايجليسرايد تيست تيوب ونضيف على اللايبوبروتين لايبيز ما يشتغل عليه. لازم يشتغل على الترايجليسرايد، يحلل الترايجليسرايد اللي موجود از كومبوننت اوف كايلومايكرون اند فيري لو دنسيتي كجزء من اللايبوبروتين وحوله الى جليسرول اند 3 فاتي اسيد. فالترايجليسرايد الاندوجينوس والاكسوجينوس يجي شايلها اللايبوبروتين شايل الكايلومايكرون وشايل الفيري لو دنسيتي يشتغل على الترايجليسرايد هذا الشايل الكايلومايكرون والشايل الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين يشتغل عليهم اللايبوبروتين لايبيز بالكابيلاري البلد اللي يمر بالكابيلاريز ويحول اللي يحلل الترايجليسرايد الى جليسرول اند 3 فاتي اسيدز. احنا قلنا مثل ما قلنا الترايجليسرايد المخزون بجسمنا بالاديبوز تيشيو هم احنا شلون نستفاد من عنده، لازم حتى يستفاد من نحتاجه كسورس اوف انرجي لازم نحلل هذا الترايجليسرايد هم نحوله الى جليسرول وثري فاتي اسيد وينطلق من الاديبوز تيشيو حتى تستفاد من عنده بقيه السيال كسورس اوف انرجي. عندنا هنا انذر انزايم موجود بالاديبوز تيشيو نسميه تيشيو لايبيز، هذا يشتغل على فري ترايجليسرايد يحلل هم نفس الشيء اديبوز تيشيو ترايجليسرايد هم يحلل الى جليسرول وثري فاتي اسيد. فالناتج اثنينهم لو تشوفونهم اثنينهم يحللون الترايجليسرايد الى جليسرول وثري فاتي اسيد، بس واحد يشتغل على ترايجليسرايد اللي شايل اللايبوبروتينز اللي قلنا هم الكايلومايكرون والفيري لو دنسيتي، وواحد يشتغل على الترايجليسرايد الفري المخزون بالاديبوس تيشيو هم يحوله الى جليسرول عند 3 فاتي اسيد. هذا تيشيو لايبيز موجود داخل الاديبوز تيشيو سيلز، وله اسم ثاني يسمونه الهرمون سنسيتيف لايبيز او يسمونه موبيلايزنج لايبيز يعني يحرك الترايجليسرايد اللي موجود بالاديبوز تيشيو. لكن اللايبوبروتين لايبيز هذا موجود معلق داخل البلد معلق بالاندوثيليال سيل مالت الكابيلاري يعني بالبلاد اكسترا سيلولار
بالبلاد يسمونه اللايبوبروتين لايبيز، هذا يشتغل على ترايجليسرايد اللي شايله اللايبوبروتين، اللي شايله الكايلومايكرون والفري لو دنسيتي لايبوبروتين، وراح نشوف هذا بناخذ الميتابوليزم مالت اللايبوبروتينز. نجي على الفوسفوليبيدز. فوسفوليبيدز ستراكشر مالته نفس الستراكشر مالت الترايجليسرايد، بس يختلف كربون نمبر 3 بفوسفيت، فوسفيت الكحول، والكربون نمبر 1 ب فاتي اسيد، والكربون نمبر 2 ب فاتي اسيد، وبالكربون نمبر 3 نفس الجليسرول مرتبط بفوسفيت وما اللي فوسفيت الكحول. هذه الفوسفيت والكحول اللي مكد بكولين، إيثانولامين، سيرين، مايونيسيتول and so on. مرت يرتبط بهذا الكولين، يرتبط بالفوسفيت يسوي لنا مركب يسمونه الفوسفاتيديل كولين اللي هو الاسيتين. ممكن يرتبط الإيثانولامين بهذا الفوسفيت يسوي لنا فوسفاتيديل إيثانولامين. ممكن يرتبط السيرين نسميه فوسفاتيديل سيرين and so on. شوفون هذا الفوسفوليبيد يختلف عن الترايجليسرايد بجزء بولر اللي هو هذا فوسفيت الكحول. هذه الفوسفيت والكولين هي بولر بها تشارج، والفوسفيت بها تشارج. فالفوسفوليبيد بجزء بولر وجزء امبولر. الجزء الامبولر هو اللي كربون نمبر 1 بها فاتي اسيد، هذا امبولر، والكربون نمبر 2 بها فاتي اسيد هم امبولر، بس الكربون نمبر 3 بفوسفيت الكحول هذا بولر بي تشارج. Can form hydrogen bonding with water. ذاك هو الامبولر cannot form hydrogen bonding with water. هذه مهمة راح ناخذها، حتى من ناخذها هسه نحكي عليها، وراح نحكي بمحاضرات اللايبوبروتين مهم الفوسفوليبيد باللايبوبروتين ستراكشر. هسه بناخذ محاضرة الظهر نحكي على الستراكشر مالت اللايبوبروتينز، وراح نحكي نذكر الفوسفوليبيدز بجزء بولر وجزء امبولر. فشوفون مين اللي قلنا الفوسفوليبيد هو main component of cell membrane. The cell membrane عبارة عن phospholipid bilayer. شوفون قلنا الفوسفوليبيد بي جزء بولر وجزء امبولر. فشوفون هذا المركب، وقلنا ليبيد بايلاير يعني two molecule of phospholipid يتقابلن من بعض. فالجزء البولر اللي هو لونه ازرق من الموليكيول مالت الفوسفوليبيد راح يصير باتجاه السيتوبلازم واتجاه الاكسترا سيلولار فلويد، لانه قلت لكم بيتشارج بولر وكان فورم هيدروجين. والجزء الامبولر hidden inside the thickness of the membrane. هذا الجزء البرتقالي هو الجزء الامبولر. شوفوا هنا اثنين يعني بفاتي اسيد اثنين كل واحد ما بينات شويه قريبات واحد عن الثاني، والجزء البولر الجزء الازرق exposed to the outside to the exterior whether to the side of the cytoplasm or to the side of extracellular fluid. مثل تشوفون هذا مراويكم اياه الجزء الهيدن، وهذا الجزء الازرق هو البولر اللي كود اللي هو فوسفيت الكحول، كود بي فوسفو تيديل كولين فوسفاتيديل سيرين، وين اللي الكومبوننت اوف سيل ممبرين هو الفوسفاتيديل كولين. فمراويكم اول واحد الفوسفاتيديل سيرين، ثاني فوسفاتيديل ايثانولامين، والثالث الفوسفاتيديل كولين اللي هو اللاسيتين. الجزء البولر منا اللي صاير اللي هو قلنا بيه الفوسفيت والكولين او الفوسفيت والايثانولامين او الفوسفيت والسيرين بهم تشارج وهم بولر. هذا الجزء من الفوسفوليبيد ويقدر يسوي هيدروجين بوندينج وذ ووتر. فمن يصيرون بالممبرين يصير الجزء البولر هذا الملون باللون الازرق اكسبوز تو ذا اوتسايد وذر باتجاه السيتوبلازم او اتجاه الاكسترا سيلولار فلويد لانه، والجزء الامبولر يصير hidden inside the thickness of the membrane. تركيز الفوسفوليبيد تقريبا من 120 الى 390 ملغ بير دي سي لتر. والفوسفوليبيد mainly synthesized in the liver and the small intestine. It is amphipathic molecule. مثل ما قلت لكم contain polar and non-polar portion، بيها جزء بولر وجزء امبولر. الجزء البولر هو الفوسفيت الكول، الفوسفوكولين، فوسفوايثانولامين، فوسفوسيرين، والامبولر هو قلت لكم الفاتي اسيد اللي موجود بكربون نمبر 1 وكربون نمبر 3. And consequently لانه بي جزء بولر عن جزء امبولر، and consequently ideally suited as main component of the cell membrane.
الفوسفوليبيد also عنده وظائف أخرى. For example, lecithin is a major component of lung surfactant. هذا اللي يقلل surface tension inside the alveoli ويساعد على الانفليشن of the alveoli. والنقص مالته ممكن هذا السيرفكتنت اللي وان الميجر كومبوننت مالته اللاسيتين الفوسفاتيديل كونين يصير بينقص خاصه بالبريماتشور بيبيز. يشوف يصير عندهم ريسبيرتوري ديستريس اوف يونيت عند البريماتشور بعدها مع كامل السيرفكتنت يصير عندهم صعوبه بالتنفس ويخلوهم بالحاضنات. هاي يجون بالشهر السابع او الثامن قبل الولاده مالتهم ممكن يصير عندهم ديفيكالتي ان بريثنج لان ما تقدر الالفيولا يصير بها انفليشن طبيعي لان ما موجود بعدها مع كامل السيرفكتنت اللي يقلل السيرفس تنشن داخل الالفيولا يساعد على انتفاخها. فاللاسيتين از وان اوف ذا ميجر كومبوننت اوف لانج سيرفكتنت. Also موجود phospholipid in cell membrane وممكن يفيدنا as a precursor of hormone second messenger. Hormone second messenger سما هرمونات اللي علاقة بالفونت ممكن أخذتوها بالهرمون إذا وبعدكم ما تأخذوها راح تأخذوها بالمستقبل اللي علاقة ممكن الفوسفوتيديل إنسيوتيول ممكن يسيرب as hormone second messenger. ممكن موجود فري فاتي اسيد بالسيرام تركيزه قليل بالبلازما 6 to 16 ملي جرام ويشيل الالبومين ينقل لانه يعني مثل ما قلت لكم الفاتي اسيد ان بولر وما يقدر يمتزج ويا الووتر كان فورم هايد كان نوت فورم هيدروجين بوندينج ويا الاكويس ميديوم بالبلازما ويا الووتر فلهذا تشيل الالبومين. الالبومين ينقل لفري فاتي اسيد كفري فاتي اسيد ينقله الالبومين. وقلنا هو جاي mainly from dietary triglyceride. قلنا الفاتي اسيد in general تجي either from الدايت مالتنا لان احنا ناكل تريجليسرايد بفاتي اسيد 3 فاتي اسيد او ذا بادي ممكن يصنع معظم الفاتي اسيد except البولي ويقدر يصنع المونو ان ساتوريتد فاتي اسيد اللي بي دبل بوند بين 9 و10 وحده بس اكثر من 1 دبل بوند ما يقدر يصنعها البادي مالتنا اللي يسموها polyunsaturated fatty acid لذلك تعتبر essential fatty acid should be included in the daily diet اللي هاي قلناها 3 هي fatty acid linoleic linolenic and arachidonic acid هذه تعتبر essential fatty acid ولها وظائف مهمة. هذه polyunsaturated fatty acids are substrate for eicosanoids. Eicosanoids هذه مركبات مهمة اللي من عندها البروستوغلاندينز ليوكوترينز اند ثرومبوكسينز هذه كلها نصنعها فروم البولي انساتوريتد فاتي اسيد المية اللي الاراكيدونيك اسيد. صنع البروستوغلاندين من تاخذون الجزء اللي ناخذ اللي اخذته الايكوسونايد بعدين الجزء بس المهم نصنع هاي الايكوسونايد اللي تشمل البروستوغلاندينز والليوكوترينز عند الثرومبوكسينز نصنعها من البولي انساتوريتد فاتي اسيد اللي نعتبرها هي الاسينشال اللي قلنا هي اسينشال كونسيدر از اسينشال فاتي اسيدز. ثلاثه هم الاسينشال لينوليك لينولينيك اند اراكيدونيك اسيد بيهم مور ذان 1 دبل بوند. انا خلصت المحاضره طلاب عندكم سؤال إذا سمعوني يلا شكرا جزيلا.